بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر معنا العداء زمل سفيان الذي عاد يعني منذ يعني توقف دام اكثر من 8 سنوات. كيف كان السباق اليوم؟ السباق كان مليح ياسر، الله يبارك. يعني نشكر المنظمين والقائمين على هذا السباق. بالنسبه لي بعد العوده بعد 8 سنوات، حبينا نطلقوا البروجرام يعني ونشوفوا واحد رانا واصلين الحمد لله بك يا ربي. الواحد ما دام شعل المنافسه، نشكر الكوتش تاعي عبد الرحمن هيريا كريم اللي قائم على التدريب تاعي وقائم على كل صغيره وكبيره، نشكر بزاف بزاف، هو اللي رجعني المنافسه. ان شاء الله في قادم الموعد رانا نخدموا ان شاء الله منا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.